الشرك في النية والإرادة والقصد. إذن ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد، فسر التوحيد بضد الشرك في الدعاء والشرك في المحبة والشرك في الطاعة والشرك في النية والإرادة والقصد، وذكر أعظم ما يبين لا إله إلا الله، لأن قلنا لا إله إلا الله بنا كهذا المسجد يقوم على عمودين، لا إله نافي جميع ما يعبد من دون الله، هذا ركن الأول، تنفي تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت عبادة الله وحده لا شريك له. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يعني الذي لم يكفر لم يحرم دمه ولا ماله. إذا لا إله إلا الله تقوم على ركنين، إنني بار بما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله تخلية قبل التحلية، حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإفراد، مفهوم مهم جدا، هذا حقيقة التوحيد، غيره ليس بالتوحيد شيء.